السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. بسرعة عدى 10 أيام من رمضان وأصبحنا في اليوم 11 من رمضان. قلنا امبارح إن في أسئلة كتير أنا عارف إنها بتدور في دماغ كل الناس اللي بتتفرج علينا. مثلا هيقولوا ما حكم الاستمناء مثلا للصائم؟ هو طلب الاستمناء هو طلب خروج المني بوسيلة كاليد، فإن استمنى فأنزل فقد ذهب أئمة الأربعة وغيرهم إلى إفساد صومه. واستدل شيخ ابن عثيمين ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وإخراج المني شهوة، فإذا لم يدعها وطلبها فإنه يكون مفطرا. وأما لو فكر، يعني غمض عينيه كده وفكر، فأمنى فلا يفسد صومه، لأنه حديث نفس لا يؤاخذ عليه الإنسان. زي مثلا الاحتلام، نام بالنهار مثلا أو نام بعد صلاة الفجر فأصبح محتلما فلا شيء عليه، فعليه أن يقوم فيغتسل ويكمل صومه. أما المزي فإذا باشر فأمذى أو فكر أو لمس فأمذى فصيامه صحيح ولا يفسد بذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة والشافعي. قال شيخ ابن عثيمين والحجة فيه عدم الحجة، لأن الصوم عبادة شرع فيها الإمساك على وجه شرعي، فلا يمكن أن تفسد هذه العبادة إلا بدليل. قلت وينبغي للعبد أن يكون محافظا على عبادة ربي يصونها مما يخل بها لتتحصل الثواب الكامل، إذ أنه فرق بين صحة العمل وبين قبوله، فرب عمل وقع صحيحا من حيث الحكم الفقهي لكنه خالطه شوائب تبطله وتضيعه. طب الجنابة، أصبح جنبا لما لسه قايلين اهو، احتلم مثلا، فإذا أصبح جنبا من جماع قبل الفجر وراحت عليه نومه وصحي بعد الفجر، أو من احتلام بالليل أو بالنهار وهو صائم، فصومه صحيح لا يفسد بذلك، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل ويصوم. وهذا عن الجنابة. وأما عن احتلام النائم فلأن القلب مرفوع عنه وهو نائم. طيب الكحل والقطرة ونحوهما لا تفطر الصائم حتى لو وجد طعمه في حلقه، لأن العين ليست منفذا معتادا للطعام، صح ولا أنا غلطان؟ وليس هناك حديث صحيح نص على أن الكحل مفطر والصوم عبادة لا يحكم بفساده إلا بدليل. وينجلي هذا الحكم ضيق أيضا على إيه بقى؟ على قطرة الأذن الأنف، لكن الأولى الأول في الأنف بالذات الاحتراز عنها لنهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وسيأتي الحديث في ذلك. أما الاغتسال للصائم فيباح للصائم أنه يغتسل يستحم جو حر مثلا، أن يغمس في ماء بارد مثلا. قد قدم حديث عائشة وأم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل، وكان أنس بن مالك ابن يتقحم فيه وهو صائم، يعني بينزل فيه زي الإناء كبير كده من الخشب بينزل فيه زي البانيو بتاعنا دلوقتي كده. طيب المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق لا يفطران الصائم، لكنه يكره له المبالغة في الاستنشاق، لما روى أصحاب السنن من حديث لقيت ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن سبقه الماء إلى جوفه بدون قصد منه حتى ولو مع المبالغة المكروهة فالصحيح أنه لا يفطر بذلك لأنه غير متعمد. طيب الحجامة، ها الحجامة تفطر الصائم ولا ما تفطروش؟ سؤال مهم جدا. الحجامة جائزة للصائم، والراجح أنها لا تفسد الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وعن أبي سعيد الخدري أن حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، لكنها تكره من أجل ما تسببه من ضعف. فعن أنس سئل أكنتم تكرهون الحجابة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف.
وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بنسخه للأسباب الآتية. ما رواه الدارقطني مثلا بإسناد رجال الثقات عن أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة. وأيضا ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، والترخيص أن يكون بعد النهي. أنا عارف أن لسه في أسئلة كتير في دماغكم عايزين تسألوا عنها، زي خروج الدم، زي الحقن، زي السواك. يعني إن شاء الله بإذن الله نقف إلى ها هنا، ونكمل غدا بإذن الله في اليوم 12 من رمضان بعض الأحكام المتعلقة بالصيام. ما تبعدوش عننا واستنونا بكرة في نفس الميعاد إن شاء الله نجاوب على كل أسئلكم. بحبكم في الله، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.